بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع دائما فيديوهات الميكانيك. مع اليوم نتطرق إلى الجزء الثالث للحركة على المستوي المائل. كنا في الجزء الثاني درنا الحركة على المستوي المائل ودرنا حالة نزول، وعطيتكم ملخص بعض التذكير حول مبدأ انحفاظ الطاقة. اليوم بإذن الله راح ندير حالة الصعود، نعطيكم مثال على حالة الصعود ونقوم بتطبيق على مبدأ انحفاظ الطاقة. إذن ها هو الشكل أمامكم، راني رسمته. أستنى هنا، نسيت ما درت R قوة رد الفعل، ولا هنا P. فوالا. إذن اليوم الحركة على المستوي المائل لكن حالة صعود. معناتها هاي نديرها هكا، هاي هكا جهة الحركة. هنا راح بلك تلاحظوا باللي كاين شوية اختلاف. علاش؟ لأنه عندنا P، عندنا F، وعندنا R، وعندنا F هذه، لكن لاحظ عندي زاوية ألفا كما متعودين، ونزلت هنا زاوية بيتا. منين جات هذه الزاوية بيتا؟ كيفاش حتى جات الزاوية بيتا؟ الزاوية بيتا عندها علاقة بالقوة F، قوة الجر. لهنا عندي يعني قلنا باللي F إما تكون قوة الدفع أو قوة الجر. نعطيكم مثال على هذا النوع من الأمثلة، يعني أو هذا النوع من القوة. مثلا كما قلت لكم في اخر فيديو المره اللي جازت، كي ناخذ مثال على متزحلق في الثلج، ان سكيور، ام لي سكي تاعو راه يتزحلق في الثلج، صح؟ لو كان سكيور كيكون يتزحلق في الثلج، قال راهو هنا الفوق ويجي هابط، يجي هابط مثلا. اذا المتزحلق في الثلج وين كاين الثلج والجبال وكذا الى اخره تاع الثلج، خاصة سويسرا وين كاين المرتفعات، جبال الألب هذوك. المهم كي يهبط لتحت لازم يعاود يطلع به، يهبط يعاود يتزحلق، كي يعاود يطلع كاين اللي تسيبهم يطلعوا، إما في التليفيريك، هاي التليفيريك يركبوا لداخل ويطلعوا، وكاين واحد الكراسة، وهذا هذا يمشي، هذا الآخر هذا راهو يمشي، صح؟ كاين وين الكراسة هذو، الكرسي غير يلحق يرالونتي، هذا الكرسي غير بالعقل يعني يخفض السرعة تاعو، بصح ما يحبس، يكون يمشي، يمشي بالعقل يركبو. وكاين حاجة أخرى اللي تهمنا اليوم، هي هذا الحديدة، هذا عنده اليد هذيك، السكيور واش يدير؟ يطلع يسكي، يشد في هذه الحديدة، يشد في الحديدة هذه، هذه بيده، يشد بيد في هذه الحديدة ويطلع بليسكي تاعو. إذا السكيور كيشد بيده هذا الحديدة هذه، واش راح يصير؟ يعني السكيور ها هو راه راح يكون يبونشي، يدير هاكا ويشد بيده هاكا. إذا بيطا هي هذيك الزاوية، زاوية شد هاكا، القوة F، قوة الجر، هذه هي بيطا تاعنا في هذه الحالة. يعني قوة الجر تكون هاكا، حتى ولو تجبد انت صندوق هكا راك تجر فيه، عنده حاجة لهناك تجبدو، كي تجرو تجرو هكا. اذا بيطا هاي وراهي، واف هاي وراهي، متفاهمين؟ صح. هذه بالنسبة لسكيور. عندنا ثاني في حالة الصعود، كنت في الفيديو الاول اعطيت لكم مثال عليها، وهي هذه، هذه هنا لاحظ باللي هنا راهو عندي الصندوق، هنا راهي جهة الحركة، هاي جهة الحركة هكا. إذن لاحظوا باللي الصندوق أم واحد، هنا نجرو فيه، هنا رانا نجرو فيه بأف، جريناه. إذن لاحظ الجر، هنا عندي الزاوية، هنا راهي عندي زاوية بيطا، عندي زاوية بيطا. إلا هنا واش عندي؟ عندي زاوية ألفا، هذه ألفا، صح. يسمى هذا الصندوق أم اثنين، راهو بالخيط، لاحظها، ومربوط بالخيط مع الام واحد ويجر فيه. اذن هنا عندي قوة الجر اف، بصح لهنا عندي وشن هي؟ قوة توتر الخيط، قوة توتر الخيط. انتبه، هنا راهي في حالة صعود. القوة اللي عندي، عندي بي،
عندي R قوة الاحتكاك يا يعطوها لكم في التمرين مهملة يا كاينة واحدة من الزوج، وهنا عندي قوة توتر الخيط أو شد الخيط. إذن نولوا للحالة الصعود اللي عندنا، هنا الجسم راه صاعد صح. إذن الجسم السكيور هذا كيشد في هذه الحديدة، الحديدة كانت تمشي تجي الدور ومن بعد ترالونتي بالعقل يحكم بيده ويطلع معه، يعني كيشد في الحديدة كانت عندها سرعة ابتدائية يعني في صفر ما كانتش معدومة يعني لم ينطلق من السكون. هذه واحدة القوى بون ديروا هذيك الجملة المدروسة المرجعة كذا وكذا درناه في الفيديو اللي جاز مكلا نظلوا نعبدوا. إذن القوى المؤثرة واش عندي هنا؟ عندي أربعة، عندي قوة ثقل، قوة رد فعل السطح تكون دايما عمودية على السطح، دايما عمودية على السطح، الأولى تكون موجهة نحو الأسفل. F هاي باينة يا إما عندها زاوية يا إما تكون هكا واحدة من زوج إذا صح. وعندنا هنا قوة الاحتكاك، يعني هنا في التمارين إما تكون كاينة إما يقول لك راهي مهملة، راهي مهملة صح. ندير الإسقاط الآن، عندي المحاور بالإسقاط، بالإسقاط على إكس فتحة إكس اللي هو محور الحركة، إكس فتحة إكس. إذن اللي هنا بالإسقاط على محور إكس فتحة إكس عندي الآر راهي عمودية على هذا المحور، إذن في هذه الحالة آر تساوي الصفر، آر تساوي الصفر، معناتها عندي بي راهي عكس إكس، راهي في الجهة اللي عكس إكس، لأنه بي كون جات هنا هكا راهي مع إكس، بصح راهي في الجهة اللي عكس إكس، إذن اللي هنا بي راهي بالناقص، راهي بالناقص. وسينوس سينوس علاه؟ لأنه البي إكس هو اللي راهو مع الإكس، بي إكس راهو مع الإكس، وكنا درنا هذه في المرة اللي جازت، قلنا سينوس ألفا يساوي المقابل على الوتر، يعني يساوي سينوس ألفا واش يساوي؟ يساوي المقابل على الوتر. معناتها أنا تقول لي وين راهي الألفا أستاذ؟ هاي الألفا تاعك، هاي وراهي، المقابل هو بي إكس على الوتر على بي، إذن بي إكس يساوي بي في سينوس ألفا، وراهي بالسالب ناقص طريبيا. وعندي موان إف كيف كيف، الإف ها هو هنا عكس اللي راهو بالأصفر، راهو عكس المحور أو إكس، زيد بقات لي الإف. هنا اف راهي مع المحور بصح ما نكتبوهاش اف. اذن لهنا اف شكون؟ شو بنفهمكم مليح لهنا، استنى نديرو بالاخضر، شوفوا مليح اف واش عندها؟ عندها هذوك المركبات تاعها، عندها هذا اف اكس وعندها هذا اف ايغريك صح. شكون اللي راهو على او اكس؟ هو هذا اف اكس، اف اكس بالنسبه لاف واش للزاويه هذيك بيطا وشنو راهو؟ مجاور. واش راهو؟ راهو مجاور. اذا المجاور يحب يقول كوسينوس اكس صح، مادام كوسينوس اكس واش نكتبو؟ اذا اف كوسينوس بيطا لهنا، اذا واش نكتبو؟ اف كوسينوس بيتا ناقص بي سينوس ألفا وناقص اف يساوي ام ا اكس، ام ا اكس طريب صح. يعني هنا راني علاش هنا راني نحيت هذيك بتطبيق القانون الثاني لنيوتن كذا وكذا وكذا،
باش نختصر لأنه درناها في المرة اللي جازت ما نظلوش نكتبه صح. بالإسقاط يعني اللي ما شافش الجزء الثاني لأنه هذا يكمل الجزء الثاني هذا الفيديو ما تبقاش تصوتي واللي صوت وش راح نقول لك ها الله يسهل يقرك فتحة يقرك واحد في التيرمينال توري له وين يمشي وين لا لا ولا ها ماهيش جاية. إذا لهنا في هذه الحالة شكون اللي راهي عمودية على إيكغيك فتحة إيكغيك هي إف إف اللي راهي بالأصفر. إذا في هذه الحالة عندي إف تساوي صفر سي بون نحيها من الحساب صح. دونك أنا على الإيكغيك بالنسبة للإف هذه بالنسبة للإف شكون اللي راهو في الإيكغيك بالضبط شكون اللي راهو هنا هاك يعني اف ايغريك اف ايغريك بالنسبة للزاوية الفا اذا درناها منا شكون تولي هو يعني هو المقابل يعني ها وراه صح يولي هو المقابل طريبيا يعني. اذا المقابل معناتها كوسينوس لا سينوس عفوا المقابل معناتها سينوس يحب يقول لأنه سينوس ألفا يساوي المقابل على الوتر صح. معناتها واش تولي لي تولي لي اف سينوس بيتا طري بيان موا البي رانا درناها ونعرفوها بي كوسينوس ألفا بلوس ار طري بيان. لماذا؟ لأن البي راهي عكس او إيكغريك الار راهي مع او ايغريك يعني الجهه تاعها معها. اذا هذه واش تساوي تساوي ام ا ايغريك ومنه تساوي الصفر. لماذا؟ لان ا ايغريك تساوي الصفر هذه تساوي الصفر. علاش تساوي الصفر؟ لانه لا توجد حركه على او ايغريك الحركه راهي على او اكس طريبي. نأتي الآن باش ما نظلوش نطولوا عبارة التسارع. عبارة التسارع يعني في التمارين دائما يقول لك طبق القانون الثاني لنيوتن. علاش؟ باش نجبدوا عبارة التسارع. هذا على نطبق القانون الثاني لنيوتن نقوم ندير الإسقاط إلى آخره صح. هنا راهي عندي الحركة معنتها من هذه العلاقة نجبد عبارة التسارع. يعني عندي اف كوسينوس بيتا موا بي سينوس الفا موا اف اتيغال ا ام ا اكس معناتها يتيقال أ أم أ لأنه أ يساوي أ إكس. علاش؟ لأنه أ إيكغريك يساوي الصفر وقلنا علاش طريب يعني. ما علاش نديروها هكا باش الناس كامل تفهم علاش وانا نسقم على معناتها أ التسارع يساوي ماذا؟ يساوي أ إكس يساوي يحب يقول هذو كامل كيما راهم اي يساوي اف كوسينوس بيتا طري بيان. بعد واش عندنا ناقص ام لانه بي هي ام جي سينوس الفا ناقص اف على ام. كلا هنا تقول لي تفكيك المقام ولا لأنه لو فككت المقام راح غير هذه برك تكتبها وحدها إما خليها هكا أحسن أنه الباقي لأنه عندك الناقص هنا ومن الناقص ما تقدرش. إذا فككت المقام تبقى لك اف كوسينوس بيتا على ام ناقص جي لأنه الام تروح مع الام ومن بعد تزيد مقام واحد كوسينوس أربعة إما لا خليها هكا أحسن. هاي وراي
هي عبارة التسارع مع الاحتكاك، معناتها عبارة التسارع لهنا الاحتكاك موجود ماشي معدوم، صح. نعطيك حالة أخرى، عبارة التسارع في حالة قذف جسم، في حالة قذف جسم. كيفاش قذف جسم يا أستاذ؟ يعني الجسم هذا يكون هنا لتحت ونقذفوه من التحت يطلع، كي نقذفوه من التحت يطلع، يعني في حالة قذف الجسم هنا السرعة الابتدائية غير معدومة. حب يقول كاينة السرعة الابتدائية، كاينة. طيب نديروها لهنا وحدها، نديرو هنا هكا، صح. في حالة قذف جسم من النقطة A، عندنا في صفر كاينة لم ينطلق من السكون، والنحو الاحتكاك، الاحتكاك يساوي الصفر مهمل، صح. واش تولي عندي لهنا؟ تولي عندي بي زائد ار في حالة قذف الجسم، تولي عندي يعني بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بي زائد ار فقط في حالة قذف الجسم، ما كان لا قوة جر لا قوة دفع لا احتكاك، فاهمين؟ إذا تساوي ام ا، هنا تطبيق القانون الثاني لنيوتن، معناتها البي راهي تولي ناقص بي سينوس الفا تساوي، والار راهي تولي صفر لانها عموديه بالطبع، اذا تبقى لي غير دي تساوي ام ا. طري بيان، دونك هنا الا هاي عباره الا، عبارة التسارع سهلة، تساوي ماذا؟ أ تساوي ناقص جي، لأنه علاش؟ لأنه هنا، استنى أنا ثاني صوتيت حاجة، استنى، لأن تولي لنا هنا ناقص أم جي سينوس ألفا تساوي أم أ، الأم تروح مع الأم هكا باش الناس تفهم كامل. صح، معناتها عبارة التسارع أ تساوي ناقص جي سينوس ألفا، هاي عبارة التسارع في حالة قذف جسم من عندي السرعة الابتدائية عندها قيمة، يعني ماشي قذفوه من السكون، كي قذفوا جسم أوتوماتيكون عطاولو سرعة، صح. مثلا واحد تيرا بالون من تحت ولا تيري حاجة عطاها هكذا، صح. إذن اللي هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن أ أقل من الصفر لأنه عندي إشارة الناقص، وبالتالي الحركة مستقيمة متباطئة، الحركة مستقيمة متباطئة، هذه في حالة قذف جسم عندي الحركة مستقيمة متباطئة. لماذا؟ لأنه التسارع راه سالب، خلاص، صح. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى الخطوة المهمة في هذا الفيديو، وش هي؟ وهي تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة. أيوة، تطبيق مبدأ، عفوا، انحفاظ الطاقة. كيف يعني؟ المرة اللي جازت عطيتكم تذكير. إذا تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، مثلا في السؤال يقول لك علاش هنا في الرسم درت لك شو النقاط،
درت لك النقطة أ، بعد النقطة ب شوف وين جايه، والنقطة سي. ملل في السؤال تاع البكالوريا، جات في السؤال تاع البكالوريا تطبيق مبدأ انحفاظ بكالوريا فرنسي، هذا اللي جات في السؤال فيه. على هنا على النقطة ب بالضبط، عطاولهم شوف ثلث نقاط، قالوا على النقطة ب، ما ميقدر يقول لك إلا تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة المهم على النقطة ب. صح، يعني أنا درته كعنوان ونديروا عليه إحنا الدرس، على الجملة، على الجملة المدروسة الجسم زائد الأرض، هكا قالوا لهم عند النقطة بي. بيان، عند النقطة بي. إذن أعزائي الطلبة، عند النقطة بي الجسم يصل بسرعة في بي، عند النقطة بي. إذن لهنا يصل الجسم بسرعة، أكد لي على هذه في بي، يصل بسرعة في بي. عند النقطة سي يصل الجسم بسرعة في سي. إذن هنا كي نطبقوا مبدأ انحفاظ الطاقة دائما علينا يعني نخيروا مستوي مرجعي للطاقة الكامنة الثقالية، نخيروا مستوي مرجعي للطاقة الكامنة الثقالية. في الشكل تاعنا هنا المستوي المرجعي اللي نخيروه للطاقة الكامنة الثقالية هو المستوي المار من أ، هو المستوي المار منين؟ من أ، يعني هذا نخيروه. يقول لك هكا باش نطبقوا مبدأ انحفاظ الطاقة، يعني لازم نحكوا له هذه الحكاية. إذن باختيار المستوي المار من النقطة أ، مستوي مرجعي للطاقة الكامنة الثقالية. طيب هنا لابد علينا رسم الحصيلة الطاقوية، واش نديرو؟ نرسمو الحصيلة الطاقوية، نديرو هذيك الفقاعة هكا، صح، ومن بعد نديرو هذوك المستطيلات، واحد تاع الطاقة الحركية، يعني أنا درت في آخر فيديو لك عندي الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الثقالية، وواحد تاع الطاقة الكامنة الثقالية. طيب يا لهنا أعزائي الطلبة، الجسم انطلق لم ينطلق من السكون، في صفر لا تساوي صفر، معناتها كانت عندي طاقة يعني طاقة حركية وين؟ في أ، كانت كاينة أو سي أ لا تساوي الصفر، أو سي أ لا تساوي الصفر، لكن الجسم اللي هنا شو معايا مليح، كي كان هذا الجسم اللي هنا في أ لم ينطلق من السكون، إذن أو سي أ لا تساوي الصفر، ومن بعد كي الحق الأو سي بي اللي هنا لا تساوي الصفر، أو سي بي، لكن الطاقة الكامنة الثقالية ما دامرو فوق سطح الأرض أو بي بي تساوي الصفر، أو بي بي أ تساوي الصفر، لكن كي طلع لهنا الجملة جسم زائد الأرض
طاقة كامنة ثقالية في بي او بي 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 لا تساوي الصفر. انظر نفهمتو واش راني نحكي صح. اذا بالنسبة للطاقة الحركية نبدأها منا، لان او سي ا او سي ا ما تساويش الصفر، لم ينطلق من السكون. طيب، والحق حتى لهنا الاو سي بي اوتوماتيكمون هنا كانت السرعة اكبر، او سي بي طيب يعني السرعة زادت ماشي نقصت. لكن او بي بي ا تساوي الصفر حتى الحق الاو بي 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 التي لا تساوي الصفر. اذن هنا نبداو من تحت العمود هذاك هاك. اذن هنا او بي بي ا تساوي الصفر، يعني نزيدها من عندي هذه تساوي الصفر، وهنا او بي بي بي. فهمتوا لا ديفيرونس بين تنطلق من تحت وبين من هنا؟ صح، هنا على حساب السرعة. إذا انطلق من السكون هنا بدأ منا من تحت، ما انطلقش من السكون، كان سرعة ابتدائية موجودة. إذا ديرها هنا بالنقاط وتطلع من فوق. طيب، الطاقة المقدمة وشن هي؟ الطاقة المقدمة هي أو المستقبلة هي هذه، عفوا الطاقة المستقبلة هي هذه. ولا هنا واش عندنا؟ واش يقدم؟ دبليو بي اف، يعني طاقة الاحتكاك، انه الاحتكاك راح يولد طاقة. طريبيا الجملة بالطبع هي الجسم زائد الارض، على بالي كان اللي نساو كيف يمثلوا الحصيلة الطاقوية وكذا بالسنة الثانية. طريبيا شوف معايا ملي وكن الحقول المفيد، عندنا طاقة يعني المستقبلة ناقص طاقة المقدمة. أيوة، عندنا E C A plus E B B A plus W أي عامل القوة، بيان ناقص قيمة المطلقة لعامل قوة الاحتكاك تساوي E C B زائد E P P B. يعني بالعقل باش الناس كامل تفهم. طريبي الاولى عندي او بي بي ا تساوي الصفر، عندي غير ذي لنحيها لي من الحساب. طريبي نجي نعوض كل وحدة نعطي لها حق، عندي نصف او سي ا هي نصف ام في ا مربع، الاخرى صفر. نروح لدبليو في اف زائد زائد اف في ا بي كوسينوس بيتا كوسينوس بيتا. طيب يا اخي في السنه الثانيه قريتوا باللي عامل القوه يساوي اف في دي اللي هي المسافة، اللي هنا عندنا أبي كوسينوس ألفا. طيب باش ما نظلوش، ناقص عامل قوة ناقص اف لأنها عكس جهة الحركة، اف في أبي. لماذا؟ لأنه في الحالة حالة اللي هنا كيكون عندي الزاوية ألفا تساوي 180 درجة، قلنا باللي كوسينوس ألفا يساوي ناقص واحد، إذن ناقص اف دي دبليو بي صبناها تساوي ناقص اف دي. إذن كيف كيف يعني هذه حالة القوة كي تكون الزاوية 180 درجة راهي عكس الأخر.
طيب درك عندي او سي بي، او سي بي نصف ام في بي مربع، يعني اللغز كامل راهو على هذه نحتاجوها درك. ومن بعد عندي او بي 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 طاقة كامنة ثقالية، بي يعني بي ا بي سينوس الفا صح. اذا ام جي سينوس لا ا بي ا بي سينوس الفا. طيب في الفيديو السابق كنا شفنا مع الاو بي بي هذه يا اخي، او بي بي تساوي ام جي اش. طيب وريت لكم باللي ها هي سيدي، معليش نعاودو. وعندنا هنا واش عندنا؟ عندنا هكا وعندنا هكا وعندنا هكا، وعندنا الالفا لهنا وعندنا الاش لهنا، والاو بي بي الاو بي بي بحد ذاتها تساوي ام جي اش. طيب ام جي اش صح. إذن وشفنا باللي سينوس ألفا يساوي المقابل على الوتر، يعني سينوس ألفا يساوي المقابل اللي هو أش على الوتر اللي هو أبي. طيب على أبي معناتها ودرت لكم باللي الأش تساوي الأبي في السينوس ألفا. هاي أم جي أش هاوليك الأش، يعني درتها في الفيديو اللي جاز بيان. هم حين تشوفها أستاذ هذيك فوالا أيوة ضرك رتب أموري صح. تولي لي نصف أم بي أ مربع ولا لا نصبر تشوف نقلب بالحالة أم بي بي مربع هذه نديها من جهة البي بي مربع من هي تولي لي ناقص نصف ام في ا مربع تساوي هذه تبقى في بلاصتها كما راهي قلبت الحالة برك تساوي اف لانه نحتاج دوك نقول لك على نحتاج راح من بعد دير طريقة كيفاش نجبد المسافة كيفاش نحسب المسافة، لأنه جاءت أسئلة في بكالوريا يقول لك عن هذا النوع يقول لك أحسب المسافة، يعني المسافة عندي طريقتين، يقول لك اجبد عبارة شدة قوة الاحتكاك إلى آخره. إذن ندو هذيك من هي وراني ايه راني هنا اف بي ا بي كوسينوس بيتا بقات كيما راهي في بلاصتها، تبقى هذيك ناقص اف في ا بي ايوا، وهذه كانت منا من جهه الفي بي تروح من الجهه الاخرى، اذا تولي ناقص ام جي ا بي سينوس الفا. نورمالمون مانيش غلط هادو هما، اعطيك الصح خلي كيما راهي. دونك من هذه واش نتجبدو؟ نتجبدو المسافه ابي، لانه يطرح عليك سؤال يقول لك يا ودي اعطينا عباره المسافه ابي. طيب دونك هنا لاحظ باللي نصف ام نصف ام، اذا نخرجوا هذاك نصف ام عامل مشترك، اتولي لنا نصف ام في في بي مربع ناقص في ا مربع زيد ا بي ا بي ا بي، خرج هذاك الابي عامل مشترك تساوي ا بي لانه راني نحوس عليه، ارى ريشيرشي هذاك الابي
اف تولي لنا ابي في اف كوسينوس بيتا. تشوفوا المراحل اللي نتبع فيهم حبه بحبه. ناقص انا راح بالعقل مانيش نجري باش الناس كامل تفهم. ناقص اف ناقص ام جي سينوس الفا طريبيا. شوف هاي امامكم خرجنا لهنا. هنا نقدر مادام شوف معي مادام هذه راهي مضروبه في الابي نحيها نجيبها هنا تحت تحت هذه وتولي ابي تساوي هذا مكان. معناتها هاي العباره تاع ابي ابي واش تساوي لك؟ تساوي لك ام. استنى هذا الاثنان تنقلب لماذا؟ لانه تولي الاثنان لتحت في العملية الرياضية تاع الكسور تولي في بي مربع ناقص في أ مربع هكذا على اثنان تولي هنا على الاثنان في لأنه علاه تولي على الكسر تولي مضروب في مقلوب الكسر صح. اف كوسينوس بيتا ناقص اف ناقص ام جي سينوس اكتشو عندي زاويتين اللي هنا في العبارة هذه بيتا والفا. ها هي عبارة ابي امامك فوالا. يعني الاحتكاك موجود والسرعة الابتدائية موجودة. كاين واحد الطريقة اخرى لحساب المسافة فكركم بها. طريقة ثانية ثانية لحساب أبي واش نطبق هنا؟ نطبق واحد العلاقة كنت عطيتها لكم في المفاهيم الأساسية في الفيديو الأول اللي هي في بي مربع ناقص في أ مربع. وهذه المعادلة وهذه المعادلة مستقلة عن الزمن ما فيهاش الزمن تساوي 2 أ اللي هو التسارع في أبي. هاي بين أبي يعني هنا مالك إلا أنا كي تكون عندك التسارع أبي يساوي السرعة في بي مربع ناقص في أ مربع هنا وقتاش تحسب أبي كي تكون عندك هذه في بي مربع راهي موجودة صح على 2 أ والتسارع عندك القيمة تاعو هنا تستعمل هذه الطريقة وتربح. كاين واحد السؤال ثاني يطرح يقول لك أعطيني عبارة شدة F. يقول لك عبارة شدة قوة الاحتكاك F حتى تكون حركة الجسم مستقيمة منتظمة مستقيمة منتظمة بين بي وسي بين النقطة بي وسي وين وراء هذاك الشكل يعني هذاك الاحتكاك كيلحق الجسم هذا بين النقطة بي حتى السي الحركة هنا تكون مستقيمة منتظمة متفاهمين تكون مستقيمة منتظمة بين بي وسي يعني هذا الاف قوة الاحتكاك اعطي العبارة تاعها حتى يتحقق هذا الشرط طريبي. كون نولي لك لهنا باش يتحقق هذا الشرط حركة مستقيمة منتظمة واش قلنا على التسارع كي يكون التسارع ثابت كونستانت حركة إما متغيرة بانتظام وكي يكون التسارع بتشوف مفاهيم أساسية
تديك في داهية ما تعرفهاش، تديك في داهية مستقيمة منتظمة، ما كنتش درت هكا كذا. كي يكون عندنا التسارع يساوي الصفر، الحركة مستقيمة منتظمة، ما كنتش ندير فيهم في باطل. تسارع يساوي الصفر، معناتها كنا نولو في الأول كامل. واش درنا؟ درنا يا أخي هكا اف كوسينوس بيتا، ومن بعد درنا ناقص بي سينوس الفا ناقص اف تساوي ماذا؟ تساوي ام ا اكس، تساوي ام ا اكس، والا كيكون ا اكس ا يساوي الصفر. هذه الجهة كامل راحت. طريبيا يحب يقول تساوي الصفر من لا شيء، من واحدة لا. وهذه الحاجة أساسية قريتها في السنة الأولى ثانوي، يقدر السؤال هذا راح. حركة مستقيمة منتظمة، تسارع معدوم، إذن يساوي الصفر. ما نعرفهاش رحت، وراحوا الأسئلة اللي جون بعد. فهمتوا؟ علشان نذكركم بالأساسيات، مفاهيم لا باز، ما فوبا تبقى تصوتي، لأنه كان تحسبهم أرانب جنينات صوتي، راح انت حكمه صوتي. كان اللي راح يتجوز الباك في أفريقيا، كان اللي في مارس، راغب بالعقل وتلحق. أنا كيف كيف رانا عادي، كان اللي مازال ما لحقوش للمستوى المائل في الثانويات. احنا درك انا كملنا معاه، قالنا غير حدود ميكانيك نيوتن، حاجة خفيفة ظريف هذاك الدرس، ونبدأ في التمارين تاع الميكانيك. سيبهم إن شاء الله نكتب ربي صح. إذن هنا عادي جدا نجبد ال اف تاعي، ندي هذيك اف، احكم هذيك اف مسكينة، ارفدها بالناقص تاعها، حطها بالجهة اللي مليه، هذا مك عادي جدا. هاي عبارة اف، اف تساوي، بتشوف اللي سهلة مما تصور، اف كوسينوس بيتا ناقص يا سيدي عندنا بي دير ام جي، هاي ولات عندك الكتلة، سينوس الفا. هاي عبارة شدة قوة الاحتكاك حتى تكون حركة الجسم مستقيمة منتظمة بين بي و سي. يعني سؤال هذا بياج صح. كون مثلا يقول لك احسب لي المسافة اسي، يعني من تحت للفوق، حساب المسافة اسي، منين بدأ الجسم حتى وين كمل. احسب المسافة، السؤال هذا يطرح عليك احسب المسافة اسي، علما اني نعطيك بعض اسئلة جاو في البكالوريا واني ندير بها الملخص، علما ان يعني نضرب عصفورين بحجر، المدة الزمنية المستغرقة، بينشر او طلع هذاك الجسم من الامل تحت حتى للبي الفوق، درع مدة زمنية يعني استغرق مدة زمنية، علما ان المدة الزمنية المستغرقة لقطعها هي، ويعطيك يقول لك تي تساوي كذا 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 ثانية، 11 ثانية، 40 ثانية، دار يومين، دار ربع أيام، الله يسهل عليه. حاجة سهلة جدا جدا. معادلة المسافة وشن هي؟ نصف أتي مربع زائد في صفر تي، سيبون صح. مسافة احنا وشن هي؟ اكس وشن هي؟ هي ابي، هذا مكان ابي، وتعوض هاي ابي تساوي نصف ا تي مربع زائد في صفر تي، هذا مكان. احنا كي قرينا في الاول واش درنا؟ يعني كنا دايرين هنا اكس اكس، مسافة معادلة المسافة هاي لك امامك هي ابي، عندي يعطاني ذا المدة الزمنية، نعوضها هنا ونزيد نعوضها هنا. طريبيا
عندي التسارع نعوضه هنا، عندي السرعة الابتدائية نعوضها هنا، صح. انطلق هذا الجسم من السكون، هذه كم راحت؟ طريبي إذن نظن اليوم أعزائي الطلبة فيها بركة. شحال درنا بالفيديو؟ يعني درنا فيه حوالي 46 دقيقة، فيه كفاية وفيه معلومات، يعني ما شاء الله. هكذا أعزائي الطلبة نكون كملنا مع المستوي الأفقي والمائل. بقالنا إن شاء الله، يعني درنا 11 فيديو، بقالنا الفيديو الأخير 12 على حدود ميكانيك نيوتن، يعني هو تقدر تقول هذاك النظري، درس نظري. نكملوا معه خفيف ظريف، ومن بعد كملنا مع الميكانيك. أم عندك 12 فيديو تاع الميكانيك فيها كلش كاملة وافية صافية، ما عدا في الأول كي درنا قلنا هذيك تاع نيشافي، درت الجسم هكا وهكا، ومن بعد الاخر المركز درته هنا، هذا بي وهذا عاود واحد سالني، هاني قلت لكم يا ودي سهوا كذا، وين درت لهنا اف لي ا على بي، اني عارف باللي هذا خطا، اف لي بي على ا، هذا مكان هذه هي والسراء، يعني نورمال هذا هو الخطأ اللي صرا سهوا في كامل هذا الفيديوهات، والله أعلم. إذا أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في الفيديو المقبل، نكمل مع حدود ميكانيك نيوتن إن شاء الله خفيف ظريف، ونبدأ في التمارين. إلى ذلك الحين أعزائي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.